ليك بتقول لأختك عندها مجال 10 دقايق، وإذا ما بتجي خلال ال10 دقايق بدي أحكي كل شي لسلطان آغا. روح قلها هيك. خلص القصة عندي، أنت لا تأكلها ماشي؟ يلا. مساء الخير يا حراس. صهري، شو عم تعمل عندك على الدرج؟ يلا قلي ليش قاعد هيك؟ ها، وانت شو دخلك؟ لا ولا شي، بس يعني لانك فوق ولانك تحت، شو بيقولوا عنا؟ كأنك معلق بين السما والأرض يعني. نجدات الضبضب ايه؟ وإلا بخلص عليك. روح من وشي. ها أخي، شفت اللي روكي عم أتصل فيه وما عم بيرد؟ ايه شفته، كان بالقهوة ومزعوج كتير، وطول الوقت كان عم يلعب مع الشباب طاولة زهر. يا لطيف، كان مزعوج كتير وقال لك شي يا ابني؟ لا يا روحي ما قال لي شي، بس قال لي بالظاهر ميادة صايرة ما فيها عم تحاول تخطف أطفال، هيك قال لي. ليك انتي هبلة شي؟ بدك تخلينا نتقلع من هون؟ ليكي هلأ أنا راتبي ما أحلى وماشي، وقاعدين بقصر بجنن وعم ناكل ونشرب مي من النبعة، وين بدك تلاقي هيك عيشة؟ عن جد شي غريب، شايفة مقعدينا هون لأن بدها تخلف ولد وعم تحاول تخطف طفلة، لك انتي هبلة شي؟ بدي أخذ نصايحي منك ما؟ وينو روكي؟ هو آخر شي كان جنب السيارة وقال لي رايح لعند الإسطبل، وإذا ما بتجي خلال 10 دقايق بدي أحكي كل شي لزوجها. ولك وقفي استني، ما فيكي تروحي، لأنه زوجك هلأ ناطر وقاعد على الدرج. شو؟ إيه؟ المسكين عصيان وبقيان بين السما والأرض، وانتي عصيتي هون، شو بدك تعملي هلأ؟ ها؟ يا الله يا ربي.